الدين السيد رئيس المنتدى للمجلس الاعلى للسلطه القضائيه، ممثل السيد رئيس النيابه العامه، ممثل السيد وزير العدل، السيد عامل صاحب جلاله على اقليم اسد، الاستناد الى اسدي، والساده المستشارون اعضاء الهيئه المحترمه، الساده رؤساء المجالس الجهويه والاقليميه والجمعيه، السيد نقيب هيئه المحامين في اسدي، الساده المسؤولون القضائيون والمستشارون والقضاة الرئاسة والنيابة العامة، السادة المسؤولون الإداريون بالدائرة الاستنافية، السيد رئيس الأمن الإقليمي بأسفي، السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بأسفي، السيد القائد الجهوي للدرك للقوات المساعدة، السيد القائد الجهوي للوقاية المدنية، السادة مساعد القضاء، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة المنتخبون وممثلو المجتمع المدني ورجال الإعلام، السيدات والسادة الحضور الكريم، كل باسمه وصفته والاحترام الواجب لشخصه. يطيب لي ويشرفني أن أتقدم إلى الحضور الكريم بالشكر والامتنان على تلبية الدعوة لحضورك بتنصيب الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة ومشاركة الأسرة القضائية إحياء هذا التقليد المحمود. وبهذه المناسبة يسرني أن أبلغكم مدى سعادتي وأنا أحظى بشرف الموافقة المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره على تعيين وكيلا عاما لجلالته لدى محكمة الاستئناف بأسفي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورته الأخيرة. وتقديرا مني لجسامة المسؤولية وثقل الأمانة، فإني عازم على إعطاء هذه الرسالة وهذه الدعوة ما تستحقه من حزم وتفان في العمل ونكران للذات في سبيل إعلاء كلمة الحق وسيادة القانون وصون حقوق الناس وأعراضهم في هذه المدينة المباركة ذات الحمولة التاريخية والثقافية الوازنة، وكذا بجميع الربوع الطيبة والدائرة الاستنافية، راجيا من الله تعالى التوفيق والسداد حتى أكون عند حسن ظن القاضي الأول صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، وحتى تتروع هذه المحكمة مكانتها وإشعاعها بين نظيراتها المملكة من خلال التأسيس لقضاء يروم تحقيق العدالة وينصف المراكز القانونية بحيال ونزاهة وشفافية، مستحضرا في ذلك العديد من الخطب أو من خطب صاحب الجلالة نصره الله التي تعنى بالشأن القضائي، وأخص منها بالذكر خطاب العرش بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20/8/2009، والذي يعتبر بحق خطابا جامعا مانعا وخارطة طريق حدد من خلاله جلالته المحاور والأسس الكفيلة بالنهوض بإصلاح القضاء، من بين أهدافها توقيت الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق والقانون وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية وجعله مؤهلا ليواكب التحولات الوطنية والدولية ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن 21. وكما لا يخفى على الجميع فإن من الواجبات الأساسية التي تقع في صلب إصلاح العدالة حماية حقوق المتقاضين ومختلف مرتفق القضاء مع تصريح قضاياهم باحترام تام للقوانين، وإن من شأن ذلك تعزيز ثقة المواطن في قضائه وفي عدالته. حضرات السيدات والسادة، لقد أصبح القضاء فاعلا أساسيا في حماية الأفراد والجماعات من التعسف والشطط والحد من التجاوزات وتوفير العدالة ضمانا للحق، ومن ثم
فإن اطلاع القضاء بدوره بنزاهة واستقلال وفعالية لا يعتبر إلا المؤشرات الأساسية لمدى توفر مناخ سليم للنمو الاقتصادي وحافزا لتشجيع الاستثمار بما يعكسه من ضمانة وحماية للممتلكات وحسن التدبير والوقاية من الانحرافات. حضرات السيدات والسادة، ونحن نحضر هذا اليوم لا بد من الإشادة والتنويه بالمجهود الذي بذله سلفنا السيد الوكيل العام للملك خالد كردودي على رأس النيابة العامة بهذه المحكمة، وأغتنم هذه المناسبة لتهنئته بتجديد الثقة المولوية فيه بتعيينه وكيلا عاما لجلالته لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وكذا تهنئة السيد محمد أبو مقيار الذي تفضل صاحب الجلالة بتعيينه وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية متمنيا للجميع السداد والتوفيق. وإيمانا مني بالدور المحوري الذي تطلع به مؤسسة السيد الرئيس الأول في مجال إشاعة العدل وإحقاق الحقوق وإرجاع المظالم لأصحابها، سيسعدني كوكيل عام للملك أن أضع يدي في يد السيد الرئيس الأول لتحقيق العمل سويا ولتحقيق هذه الغايات وإعطاء قيمة مضافة للرفع من مستوى القضاء الذي يجب أن ينعم به مواطن هذه المنطقة. هذا الأخير الذي أعرفه عن قرب والذي يشهد له الكل بتجربته المعتبرة التي خبرها بالتدرج في مواقع مسؤولية بعدد من محافل مهم من محافل المملكة وكذلك كفاءته القانونية والمهنية. حضرات السيدات والسادة، إن المجهود المبذول من المسؤول المكلف بالشأن القضائي لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا بتضافر الجهود والتواصل لتدبير وتجاوز الصعاب من طرف جميع مكونات العدالة وعلى رأسهم السادة المحامون وأطر وموظفو كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة والضابطة القضائية والمفوضون القضائيون وباقي المتدخلين في العملية القضائية. ومن ثم فإن كل نجاح لأي مسؤول لا بد أن يكون رهينا بتعاون ومساعدة هؤلاء جميعا، والذين نطمع في المزيد من عطائهم وتفاليهم في العمل، ومن جهتنا سيجدون فينا خير سند لهم، كما سيظل مكتبنا مفتوحا دائما للتواصل معهم وتجاوز كل المعيقات التي تعترض عملنا القضائي. واخيرا اسمحوا لي بتجديد شكري وامتناني للساده ممثلي المؤسسات المركزيه والسيد عامر صاحب جلاله الملك على اهله النسبي وباقي المسؤولين القضائيين والمحامين وباقي مساعدي القضاء المنتخبين ورجال السلطه وقوات الشرطه القضائيه وباقي الحضور على حضور مراسيم حفل تنصيب الوكيل السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمه، سائلا من الله عزت قدرته ان يلهمنا الصواب والسداد وان يوفقنا لما فيه صالح هذا البلد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.